السلام عليكم عزيزاتي، معكم عبير يونيك. كيف ما كتعرفوا قناتنا هي قناة متنوعة، لذلك اليوم اقترحت عليكم طبق متكامل كيعجب الكبار والصغار. وكيف ما كتعرفوا عزيزاتي بأن الأطفال ديالنا ما كيبغيوش يأكلوا لنا الخضرة بتاتا، يعني إلا عملتي طبق فيه الخضرة ما كنتكلش، لهذا قررت أني نعمل هذا الطبق هذا بالخضرة باش الأطفال ديالنا يأكلوه ويستفدوا من الفيتامينات اللي فيه. إذن على بركة الله نطرقوا للوصفة. عندنا هنايا الكفته، يعني اي كميه بغيتو، 4 كيلو اللي بغيتو. وعندنا هنايا زيت الزيتون، انا هذا الطبق هذا كنفضل نعملو زيت الزيتون، وكاين اللي غيعرضني في الفكره، ولكن انا كيعجبني الطبق بهذه الطريقه هذه. كنحاول ما امكن انني نحمر شويه ونعرق شويه الكفته هذه فوق العافيه مع زيت الزيتون حتى تبدا تتحمر لي شويه بهذه الطريقه هذه كيف ما تشوفوا. تابعوا معايا الفيديو وانتم تعرفوا التفاصيل والطريقه بالتدريج. كيف ما كتشوفوا وكيف ما قلت لكم قبل بان هذا الطبق هذا فيه الخضر، عندي هنايا البصل مقطعه طرفات صغار، والفلفل اخضر والفلفل احمر، وما جبرتش الفلفل الاصفر عليها ما عملتوش، يعني من الاحسن يتقطعوا بهالطريقه هيدا صغار مقطعين مربعات صغار باش انا كيعجبني نطيب الخضره في الاكل. وهنايا طبعا عندي القرعه خضراء مقطعه صغيره كما كتشوفوا هنايا، عندي هنايا هذيك اللوبيا اللي كتكون غليظه خضراء مقطعه طرف صغار، شفتوا كيف قطعتها هكذا باش كتجي مزيونه حتى في المذاق ديالها كتجي مزيونه. وكذلك هنايا عندي هذيك البصل الطويله بحال البرو، ما هي حتى هي مقطعه بهذه الطريقه هذه، يعني تقريبا نفس مقطعين بحال بعضياتهم. وكذلك كنستعين هنايا بالفطر الشامبينيون، هذا انا كنشري هذاك صحيح ما كنعملش المعلب، وكنقطعو كيجي هكذا احسن والذ، وكل واحد كيف كيبغي. الا بغيتي تشريه معلب كتضيفو حتى الاخر، هذا انا كيعجبني نستعمل هذا احسن. كنقطعو بهذه الطريقه هيدا الشرائح. بعد ما قد تشحرنا الكفته مزيان كيف بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا، كنضيفوا لها البصل والفلفله اللي قلت لكم مقطعين صغار،
نخليهم يتقلاو شويه مزيان، ولكن خصك الخضره تبقى لك واقفه شي حاجه. كنزيدوا كيف ما قلت لكم القرعه واللوبيا خضراء والبرو حتى هو، وكنزيدوهم عليهم وكنخليهم كنقصوا شويه العافيه وكنخليهم يتشحروا معاهم. ومن بعد شويه كنزيدو داك الشامبينيون اللي عندنا مقطع، الا كان طري كنخلي نعملوه دابا، والا ما كانش كان معلب كنضيفو حتى الاخر. هنا يا عزيزتي عندي لمبه كاس ديال الماء وقدو كاس ديال الحليب نفس العبار، بقى الحليب اي حليب بغيتو، هذا المعقم في اي مهم باستوريزي الحليب باستوريزي. كنعملوا داك الكاس الحليب فوق داك الشامبينيون واللوبيا والخضره والكفته، كنعملوا فوق منها. غتجيكم طريقه غريبه ولكن الصراحه كتجي لذيذه جدا، يعني كنستغناو على بشاميل. ومن بعد كنزيدوا عليها ديك الكاس ديال الماء، اللحظه هذه عندنا هاد ديال الساشي ديال الكنور خاصين باللازانيا، غتلقاهم في المحلات الكبرى بحال مارشان ولا كارفور ولا هاد، خاصين بالقمه ديال اللازانيا، فيهم الثوم فيهم مطيشه، الا ما كانش عندكم متوفر تقدروا تعملوا لاصوص يكون فيها مطيشه محكوكه والثوم وشويه ديال الازير، ويعني جميع المكونات تقدروا تعملوها، فيها الثوم فيها مطيشه محكوكه شويه ديال الابزار لوريغون فيها كل شيء. الا استطعتوا تشريوها فتبارك الله، ما كاينش تعدلوا لاصوص مطيشه في الدار بحال اللي كنعملوا لكم فيها شويه ديال قلت لكم ديال الاقامه، ها هي كنعملوها فوق داك الخليط ديال الخضر ونخلطوها مع بعضيتها ونخليوها تطيب على المهل ديالها. هاد الاثناء هذا كنستعمل هاد الباط ديال اللازانيا، هادو ديال الخضر كيكونوا كيعجبوني، مذاق ديال السبانخ، هادو كنعمل العبار اللي خصني شحال ما خصني، كنكون عابره شحال عندي في المول ديالي شحال خصني ديال الوراق، كنكب عليهم الماء غليان. كاين الناس اللي كيعملوهم هكذاك يعني يكونوا بلا ما، انا كيعجبني نعملهم هكذا. ها الخضره ديالنا طابت، شفتوا كيف رجعت. كنعملوا اول حاجه كنعملوا الخضره هي الاولى، هي والكفته هما الاوليين، هذيك ساعتي عاد كنستفو فوق منا الوريقات ديالنا ديال اللازانيا. وهكذا كنكرروا العمليه كيف ما كتعملوا تعرفوا، حتى كتقدنا درنا الوريقات ديال اللازانيا، طبقه ديال الوريقات اللازانيا وطبقه ديال لاصوص.
هذا مكان، وفي آخر المطاف كنعملو الجبن. هذه أنا ما كنبغيش نعمل باقي يكون طبقة وطبقة جبن، كنعمل الجبن آخر مرحلة كنعمل فيها الجبن وكندخل الفران، وفي الأخر كنحصلوا على طبق متكامل. وبهذه الطريقة هذه يقدروا الأطفال ديالنا الوليدة ديالنا يأكلوا معنا الخضرة، يعني نوع من التحايل باش وليداتنا يأكلوا ويستنفعوا بالفيتامينات ديالها. وفي الأخير أنا وريت لكم كيف مقطعة، رافقتها بشليضة ديال شلاضة ديال مطيشة والخيار، شلاضة العادية ديالنا. وكنتمنى يعجبكم الطبق ديال اليوم، ودمتم في حفظ الرحمن.